السلام عليكم. مسجل الحين؟ ايوه مسجل الحين. حضرموت ايوه ملكها حضرموت بن قحطان ايوه عاصمتها صنعاء ايوه. من بعد صنعاء تحولت الى شبوه ايوه. والشمال استحلها ابرهة الحبشي 48 سنه ايوه. وراح لمكه ويكسر الكعبه اصحاب الفيل ايوه. وصلت عليهم الله بطير نبابي طير نبابي ابرهم وصلهم الى صنعاء. اصحاب ابرهم قوم ابرهم هذول ها الحبشه الحبشي ايوه ابرهة الحبشي ايوه. بقيه اليمن الشمال بعد ابرهة الحبشي فيها الشيعه الزيود جابهم ايه؟ سيف بن ديزن من ايران. ايرانيين هذول ايرانيه اصلا الدحابش ايرانيين من اصحاب صنعاء ايرانيه ايوه. والله ما يسوون بس وخلاله خلوا لهم الحضاره صنعاء اسباب الزيود فيه ها اه؟ ولا هي حضرموت عاصمتها صنعاء والاشراف عاصمتهم تهامه والحاطين عاصمتهم من صنعاء الى البحرين كل السحر هذا تبع نعم القحاطين ايوه. هذا اللي نعرفه هايدي سوالف لكن شيء ضايع ايوه. هذول اصلا ايرانيين زيوت زيوت ايراني ايوه. ملك كسرى اعطى سيف بن ديزن 12 باخره ايوه وتكسرت باخرتين في مضيق هرمز وعشر وصل للمكلة راس خلف ايوه في الحضارم ايوه. والحضارم عطوا سيف بن ديزن وعسكرها 4500 قاتل ايوه طلعوا الحبشي من اليمن طلع من حضرموت من حضرموت الحضارم ايوه. في عاصمتهم المكلة كانت ايوه قبل القعيطي القعيطي ايوه. كان في حيدر عباد ايوه فيها الكسادي ايوه الكسادي صح والبريكي في الشحر ايوه والكثيري في حضرموت نعم بعد ملك حضرموت والله وهذا الجنود البعض ايش سووا في صنعاء؟ ها؟ راحوا الى صنعاء يحاربوا جابهم سيف بن ديزن وطلعون مشان يطلعون ابرهة الحبشي من صنعاء ايوه وتحلوه وقعدوا فيه سيف بن ديزن عاش 48 سنه ومات حكموا